طويل نمشي ولا هذا البوس كانوا فصله هم ولا دار الدولة ولا شوف هني بنقول لك في الوقت الحالي ثوار قصورة ثوار المنطقة الغربية ثوار الزاوية حاليا في التي متاع بير الغنم في الجهة الغربية اللي هو التي بير الغنم والجهة هذه منطقة مداكم هذا التي الشرقي يقولوا له والآن ثوار فجر ليبيا في الوقت الحالي على مشارف وادي الحي بإذن الله اليوم أو بكرة الصبح ثوار فجر ليبيا الزاوية والمنطقة الغربية في وادي الحي إن شاء الله بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وفضله ومنه من الله سبحانه وتعالى تم وعززنا بنصره من عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله نحن الآن في طريق المؤدية بين العزيزية والجبل الغربي جبل نفوسة وتم تحريرها بالكامل ودحر قوات الميليشيات اللي متمثلة في القعقاع والصواعق وما شابه ذلك من أزلام القدافي وما غيره ومن غيرهم. والآن احنا الحمد لله وبهمة الله سبحانه وتعالى وهمة الشباب الشرفاء التوار لشاوس الحمد لله تم السيطرة بالكامل على المنطقة والآن تم عملية تمشيط المنطقة من حرف التي مدخل الزاوية بين الغنم لا عند بال العزيزية الستين وما شابه ذلك والحمد لله. لا ونوضح حاجة احنا النفسات اللي نشدوا فيها يا اخواني نلقوا فيها كلها من جنسيات اجنبية ما لقيناش ليبيين وكلهم افارقة وكلهم مش عارف منين لهجة شادية لهجة مش عارف مالية لهجة متخلط الجنسيات علينا من كل مكان. فالنداء نداء لجميع اخواننا الليبيين راهم اللي قاتلوا على الارض حاليا راهم نسات افارقه وجايين من ملات ثانيه ومن جنسيات ثانيه. نسال الله الله اكبر الله اكبر. الحمد لله عندنا اسرى من جيش القبائل المهزوم. اما جيش قبائل ما هذا ما شني كان هم قبائل شريفه وما احنا قبائل شني. ثوار 17 فبراير ودم الشهداء باذن الله ما يمشيش هباء. نسال الله النصر نسال الله النصر نسال الله النصر ونسال الله ان شاء الله ربي يعزز اخواننا في ككله وتم دحر ما فيها من ميليشيات. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. كيف حفتر نقول له وتي روحك ليامات الجايه والله اكبر ليامات الجايه عندك يا حفتر. والحاجه الثانيه نبي بنقولها لعبد الله ولد ناكر يا عبد الله اللي بتخش لحجر نومنا احنا بعون الله وتي حوشك لما نخشوا له ولما نخشوا لغرفه نومك بعون الله مش انت بتخش لغرفه نومنا ان شاء الله ما نصبوش فيهم ان شاء الله. صوروا التي هنا ومحطة الكهرباء الله أكبر يا تريس احنا حاليا متواجدين في تي بير غلم من بيتكلم من الشباب احنا حاليا الله أكبر احنا حاليا الشباب متواجدة في بير غلم في طريق اللي رابط بين العزيزية طرابلس رابط بين الجبل الغربي لطرابلس. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا احمد الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هل هذه الشباب من الشباب حتى في العمر حتى في السن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الله اكبر. احنا الان بالتحديد في حرف التي والمشهد في المنطقة من الناحية الشرقية ومن الناحية الغربية. الله اكبر الله اكبر لله الحمد. هذو شباب الزاويه هذو شباب فجر ليبيا
هذو الشباب ما همش اخوان ولا هم قاعدة، هذو الشباب جاءوا من اجل اجلاء الغزاة او البغاة اللي هم في ارض الزاوية وفي ارض ليبيا الكل. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد، الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، الله اكبر ولله الحمد. تنادوا الرجال من كل مكان، تنادوا الرجال من كل مكان، وباذن الله حنفكوا الحصار على كيكلا ويتجه كل الشباب لبنغازي ويطهروا ارض ليبيا بالكامل. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الدم دم الله اكبر، دم الشباب اللي انسفك في بنغازي هو دم الشباب اللي انسفك في الزاوية، هو دم الشباب اللي انسفك في الجنوب، هو دم واحد دم حر. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، ونسأل الله النصر سبحانه وتعالى. امين يا رب العالمين. الله اكبر. الله اكبر. ايوه محمد بدك بتفضل اللي عامل انت تطلع يا جهاد بيروح من المدرسة بالعلاقة كان حاضر في جدة افتح المايك بتاعك يا شوف اي سيارة الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم شتت تراميهم الله اكبر اللهم انصر اخواننا يا رب اللهم انصرهم يا رب اللهم انصر ثوارنا يا رب اللهم انصرهم يا رب الله اكبر اللهم يا رب اللهم ثبت خدامهم يا رب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم شتت تراميهم الله اكبر ما يستاهل تموت خلينا نقص وقت ساكن نقص سكه لا لا بس لا تعال مني تعال مني الله اكبر الله اكبر عليه الله اكبر الله اكبر وهذه شركه الكهرباء المحطه باذن الله وكلها بصوره ها هي قدامكم هذه متعتي بارك الله في قناه التناصح توصل ثمانة والله اكبر ولله الحمد هاي الثوار 17 فبراير هذه من الاشياء هذا كم عمره هذا كم عمره هذا كم عمره الله اكبر كم عمره شباب الله اكبر الله اكبر انا شباني ممكن انت وانا شباني لكن هذه الشباب كم عمر هذه كلها توار 17 فبراير ما عندهاش علاقة بأي أمور ثانية الله أكبر الله أكبر هذه نوروهم لو أكل شيء ها هذا معرض الله أكبر مستعدين نعطوا أكثر من هيك إن شاء الله احنا الثوار 17 فبراير محور الزاوية موجودين الآن في حرف التي بجانب محطة الكهرباء في بير غلم فهمتني والإذاعات المغرضة اللي تقول إن
قوات الجيش الليبي على مشارف طرابلس، راهو كله كذب وراهو باطل ودعايات. والجيش الليبي ماهوش مكتوب على الزنتان ولا على اي منطقه، المفروض الجيش الليبي من كل مناطق ليبيا، ما يكونش على منطقه معينه محسوب عليها. وامش شدينا توارق سمر من مالي ومن النيجر، زوز حيين وثلاثه ميتين صفين رواحهم برواحهم. والله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لله الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وما النصر الا من عند الله. نحن شباب فجر ليبيا، لسنا لا اخوان ولا داعش ولا ننتمي لاي منظمات ولا اي من هالمسميات. نحن ثوار ليبيا الاحرار، نحن ثوار 17 فبراير، نحن ما حررنا ليبيا سابقا ونحن الان يتم تحريرها من هذه العصابات، من قبائل القبيح وليس الشريف. والحمد لله ولله المنة، وما النصر إلا من عند الله، ومن ينصر الله ينصره ويثبت أقدامه. والحمد لله نحن الآن نمشط في منطقة قطيس بما يسمى بقطيس ووادي الحي، والحمد لله نحن ثوار الزاوية ومعنا جميع المحاور الغربية من صبراتة ومن صرمان والمطرد وأبو عيسى والحرشة، والحمد لله نحن معنوياتنا كبيرة والحمد لله، وما النصر إلا من عند الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. جاي جاي جاي، الله أكبر، الله أكبر، جينا لقاء الشباب، الله أكبر، هل هذا إرهابي؟ الله أكبر، ثوار 17 فبراير، الله أكبر، ثوار 17 فبراير، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. آمر سريت فرسان الزاوية الآن في تي وادي الحي أمام الساتر، والله أكبر، والأمور طيبة طيبة جدا جدا بإذن الله. الأيامات القليلة القادمة بإذن الله حنصبح في نهاية الجبل بإذن الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عليك. تناصحوا النبأ. ها؟ ليبيا أول. ليبيا أول. الله أكبر. الله أكبر. ولا تبي تهدي كرامة. وين تبي تطلع؟ النبأ هذا ولا؟ حرامية ليبيا، مش كلام ليبيا. تناصح تناصح. استنى خليه إياه. ساريتي الفرسان. إيه ساريتك. والله ما ننكرها يا أخوي. الله أكبر عليك. الله أكبر، والله والله ما سيب. الحمد. الله أكبر. أول ما تخصص الفرسان الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. احنا فرد وادي الحي الوقت الحالي. الله أكبر بفضل الله عز وجل، بفضل التريس والعنقاء، تريس العنقاء الله أكبر عليهم إن شاء الله. الله أكبر. 17 فبراير. الله أكبر. الله أكبر. لا يا رب، لا في الكلام ما بتنقر واحد. النبا والتناصر. ها يا عبد الله ناكر، ها يا عبد الله، اشبح لي اشبح لي. ما تخافش. بإذن الله يا عبد الله ناكر فراسك بإذن الله، هي تشبح لي جاي ولا بإذن الله عبد الله فراسك بإذن الله. أنت والجويلي، أنت والجويلي بإذن الله. الله أكبر، الله أكبر، عاشت ليبيا حرة، عاشت الزاوية حرة، الله أكبر، عاشت البحر، الله أكبر، الله أكبر.